فضيلة الشيخ، يقول السائل: من أخذ الإمامة من أجل الراتب أو المنزل وهو متقيد بالواجبات التي عليه، فهل يجوز ذلك؟ يجوز أنه ذلك، لكن يخلص النية، يتوب إلى الله ويخلص النية، لا بأس، يتوب إلى الله ويخلص النية وإمامته صحيحة إن شاء الله. أما إن استمر ما يريد إلا الراتب والبيت، فهذا من الذين يريدون الحياة الدنيا، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. نحن ما لنا إلا الظاهر، ما نتدخل في نيات الناس، هذا أمره عليه، هو المسؤول عن نفسه، ويعرف نيته ويعرف قصده، فإن كان في نيته وقصده خطأ فعليه التوبة إلى الله تصحيح النية ما بينه وبين الله، أما نحن ما ندري. نعم، نحسن الظن بالناس. نعم.